اليوم بشارة خير أن الأبطال تقدموا من الأقشع إلى الندر وإلى اللبنات والأمور طيبة بإذن الله. توسعت خريطة المواجهات بين الجيش الوطني وميليشيا الحوثي، وعادت قوات الجيش لتحقيق مكاسب ميدانية خلال اليومين الماضيين. في الجوف وبمعركة وصفت بالخاطفة، تمكن الجيش من استعادة السيطرة على معسكر اللبنات ومواقع عدة كالجدافر والأقشع، فيما تواصل القوات تقدمها باتجاه مدينة الحزم مركز محافظة الجوف الذي فقدته قبل أيام. في البيضاء تخوض قوات الجيش مواجهات عنيفة على جبهة واسعة في قانية وفضحة وناطع، حقق خلالها الجيش الوطني تقدماً كبيراً. تطورات عسكرية تعيد المشهد العسكري إلى الواجهة في معركة استعادة الدولة ضد ميليشيا الحوثي. يأتي هذا التقدم لقوات الجيش بعد أسابيع من التراجع مقابل تقدم الميليشيا في نهم والجوف، وهو ما يضع هذا التطور تحت طائلة التساؤل: هل الهدف استعادة ما فقدته الحكومة من مناطق، أم أنه يأتي في إطار عملية عسكرية واسعة للتقدم في مناطق سيطرة الميليشيا؟ الرجال موجودين، المعنويات فل، جثث الحواثة بالعشرات، الأسرى بالعشرات. كل الجبهات في خطوط التماس ترقب اليوم هذه التطورات وما ستسفر عنه من نتائج على صعيد مأساة البلد التي جاوزت 5 أعوام. تؤكد المؤشرات ميل الكفة العسكرية لصالح قوات الشرعية بعد أسابيع من الخسارات، كما يبدو أن الاندفاعات الحوثية قد وصلت ذروتها وبدأت مرحلة الانحسار والتراجع مع خسارات بشرية عالية في صفوفها. في المجمل يبدو المشهد العسكري مفتوحاً على احتمالات عدة، كما أن الانتقادات الواسعة التي رافقت أداء قيادة الجيش خلال الشهرين الماضيين ربما تكون دافعاً لإعادة تنظيم صف الشرعية وقواتها وإطلاق معركة كبرى تعيد المشهد العسكري إلى الواجهة مرة أخرى بعد فترة طويلة من الجمود.